بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا زي ما اتفقنا كل مره ان المحاضرات اللي فاتت مهمه جدا عشان نفهم المحاضره دي، فاللي ما شافش المحاضرات اللي فاتت يبتدي يسمعهم. هم موجودين على اليوتيوب، موجودين كلهم الثلاث محاضرات اللي فاتت. انا بعتبر ان المحاضره بتاعت النهارده دي من اهم المحاضرات اللي موجودين في كورس النيورو كله. ليه؟ احنا لو قلنا ان الامتحان بتاعكم لو اخترنا حاجة واحدة بس نذاكرها قبل أي امتحان، واتيفر هو امتحان إيه، لدام هو في النيورولوجي، فهو أهم حاجة هو الموتور اكزامينيشن. ده أهم حاجة، لو أنت عندك ساعة واحدة بس تقرأ فيها حاجة قبل ما حد يسألك في النيورولوجي نيورولوجيكال اكزامينيشن، اقرأ الموتور سيستم ايفالويشن. ده أهم حاجة في الموضوع كله، دايما هو ده محل السؤال ومحل الاهتمام لكل الممتحنين. احنا هننتهج في الموتور اكزامينيشن نفس الحاجه اللي بنعملها في كل مره. احنا لما بنيجي نكزامن اي اورجان بنكزامن اول حاجه نعمل انسبكشن، بلبيشن، بيركشن، اوسكالتيشن. في الموتور سيستم احنا هننسبكت، يعني هنشوف بعينينا حاله الموتور سيستم، حاله الماسل، حاله السكين اللي فوق الماسل، حاله الجوينت اللي حوالين الماسل، هل في ديفورميتي، هل في كذا، هل في كذا. هو ده الانسبكشن. البلبيشن اللي هنعمله هنعمل حاجتين، التون والباور. البركاشن طبعا للتسهيل، احنا بس بنسهل يعني عشان نفتكر. البركاشن هو اللي احنا نعمل الريفلكس، اللي احنا بنعمل بركاشن بالهامر يعني، ده عشان نفتكر. وطبعا ما فيش اوسكالتيشن. يبقى اول حاجه في الموتور سيستم اللي هو انسبكشن، احنا بننسبكت خمس حاجات: الستيت اوف ذا ماسل، فاسيكيليشن او فايبريليشن، الانفولانتري موفمنت، الديفورميتي اوف ذا جوينت، والتروفيك تشينجز اللي موجوده على السكين والنيلز والهير. هنشوف دلوقتي الكلام ده ان ديتيل. اول حاجه ستيت اوف ذا ماسل باي انسبكشن، بنشوف الماسل دي هل هي نورمال، هل هي نورمال ولا هايبرتوفيت ولا ويستد. ولو كانت ويستد هنشوف اني ليمب هو اللي افكتد، هل هي بايلاترال ولا يونيلاترال، والبايلاترال دي از ات سيمتريكال ولا اي سيمتريكال. ولو كانت يونيلاترال او بايلاترال بنشوف انهول اكتر، هل في ديستال ويستنج ولا بروكسيمال ويستنج، ديستال هايبرتوفي ولا بروكسيمال هايبرتوفي، لان كل واحده من دول بتعني لنا مرض. طب احنا ازاي نشوف ويستنج؟ انا وانت هنشوف، هنقول والله الليمب دي ويستد عندي، هتقول لي لا العكس. واحد ثالث هيجي ملوش علاقه بالموضوع يقول لك لا الاثنين زي بعض، انتوا ايه متهيئ لكم. طب ازاي نحكم؟ بنقيس على مسافه ثابته، السيركمفرنس اوف ذا ليمب على مسافه ثابته من بوني بروميننت، يعني بون ما بتتحركش وما بتتغيرش من حته لحته. يعني هنا مثلا قايسين عن الحته اللي هي الابر بارت اوف ذا باتيلا 6 سنتي، وبنشوف التيب، بنشوف المقاس قد ايه، ونشوف الناحيه الثانيه في نفس المكان اباف البوني بروميننت. هنا مثلا بشوف هنا اباف الميديال ماليولس، اللاترال ماليولس هنا، بشوف المسافه قد ايه، واشوف 7 سنتي مثلا، يبقى الناحيه الثانيه بعمل برضه نفس الحكايه واشوف السيركمفرنس. المفروض اللي فيه نورمال فاريشن ما بين الليمب والليمب، وخصوصا المانيوال وركر، ان هو لو هو ليفت رايت هاندد يبقى الرايت سايد اكتر مقبول من سنتي ل 2 سنتي بالنسبه لللور ليمب، والابر ليمب ماكسيمم سنتي. ده الفرق ما بين التو ليمبس. لو كان اكتر من كده يبقى في مشكله في واحده منهم. طب ما هو ممكن يكون ده الهايبرتوفي ده، يعني انا انت بتقول لي مثلا في واحد العضله بتاعته قويه وكبيره، ممكن تكون ترو هايبرتوفي، واحد بيلعب رياضه زي الاخ اللي قاعد يتنطط ده، او تكون سودو هايبرتوفي. بعض الامراض بتعمل سودو هايبرتوفي للمصل، زي ما انتم شايفين كذا اكزامبل لمصل هايبرتوفي واتروفي. يعني مثلا هنا كده في اتروفي هنا لوكالايز دي الفيستاس، الفاستاس ميدياليس، هنا في الجلوتياس ماسل، هنا في هايبرتوفي، وهكذا. طب ايه الباثولوجي؟ كل حاجه ليها الديزيز بتاعها. هنا عندنا الفاستاس لاتراليس في هنا اتروفي، فواضح ان هنا في ويستنج للعضله دي، يطلع مرض، يطلع ايه ابيوز، يطلع وات ايفر. توزيعه المسل ديزيز باي انسبكشن ممكن تدلنا على المرض. يعني مثلا
لو بايلاترال وسيمتريكال وبروكسيمال مور ذان ديستال ماسل ويستنج يفكرني بميوباثي. الميوباثي دايما يجي في البروكسيمال ماسل وسيمتريكال. البريفرال نيرف زي ما انتم عارفين برضو بتبقى ديستال وسيمتريكال وبايلاترال. الابر موتور نيورون ليجن بيبقى ديفيوز، اللور لمب كله اتروفايد نتيجه مثلا هيميبليجيا. الانتيريور هورن سيلز بتبقى سيجمنت، الحته اللي هي طالعه النيرف اللي طالع من الانتيريور هورن سيلز اللي في ليجن هو اللي هيبقى اتروفايد. وفي بعض الكونجينيتال ديزيز زي البرونيال ماسل اتروفي ممكن يبقى فيها حاجه اسمها انفيرتد شامبين لايك زي ازازه الشامبانيا المقلوبه، بتبقى بالجنج في حته ويستد في حته ثانيه. زي ما انتم شايفين لا يخطئها العين ان في هنا ويستنج طبعا بايلاترال وسيمتريكال وديستال اكثر من بروكسيمال. السودو هايبرتروفي ممكن يبقى سيجمنتال زي اللي شفتوه في الاطفال الدوشين او بيكر مايوباثي. جنرالايزد زي مرض اسمه مايوتونيا كونجينيتا بيسموه يانج هيركليز او هيروكلاين. الفيلمكسيديما والاكروميجالي كل دي بيبقى فيها سودو هايبرتروفي. الماسل بالكي ولكن على الفاضي، منفوخ على الفاضي زي ما انتم شايفين هنا كده في الدوشين، في واضح برضو ان في هنا ماسل هايبرتروفي، بس هل دي يعقبها او يصحبها باور قوي؟ بالعكس ده فيري ويك ماسل، هنا برضو فيري ويك ماسل. ولو لقينا هنا الجلوتي اي ماسل برضو تبقى افكتد. الدوشين اكيد شفتوها في الاطفال، العيان ده عشان يقدر يقف لازم يعمل حاجه اسمها الجاور تيست او الجاور ساين، اللي انا العيان بيكلايم بهيمسيلف علشان يقدر يقف نتيجه الويستنج اوف ذا ماسل اوف ذا باك اند ترانك والجلوتياس ماسل. الفيديو ده هيورينا شكل، ده حاجه اسمها وادلينج جيت. العيان ده عنده جلوتي اي فيري ويك مع انه بالكي اهو زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده في بالكي ماسلز، ولكن الوادلينج جيت دي بتدل على انها فيري ويك ماسل. طبعا هي الصور قديمه قوي واكسبوزد قوي فمعلش. برضو هنا ان ده الجاور اهي يكلايم بهيمسيلف، هتلاقيه ما يقدرش يقف على طول، لازم يتسلق نفسه يسند على ركبتيه وهو قايم. ايوه تمام كده عشان يقدر يقف. تاني احفظوا الشكل ده كاركترستيك لعيان الدوشين مايوباثي. تمام ده شكل الميوتينيا كونجينيتا، بيبقى عضلات قويه شكلها قويه جدا وبالكي ولكن على الفاضي فيري ويك ماسل. ادي بالكي ماسل ولكنها فيري ويك ماسل. اللي يشوف دي يقول ده واحد بيلعب كمال اجسام، ولكن دي كلها ماسلز كونكتيف تيشو مش ماسل فايبر، كلها كونكتيف تيشو. فالعيان ده بيبقى فيه ديبوزيشن لتيشو كونكتيف تيشو انسايد او ما بين الفايبر، فبتبقى العضلات فيري ويك ولكن شكلها زي ما انتم شايفين. ده برضو بيبان قوي في طلوع السلم زي ما انتم شايفين، البيشن ده مش قادر يتني رجله علشان عنده جلوتايد ديزيز، فهو بيلف رجله بعيد. ايوه شايفين مش قادر يطلع يتني رجله زي ما احنا بنعمل واحنا طالعين سلم. ده من الويكنس اوف ذا بروكسيمال ماسل. طيب دي اول حاجه الستيت اوف ذا ماسل، شكل العضله. هل هي استحملوني النهاردة، المحاضرة النهاردة طويلة ومهمة جدا جدا جدا، يعني أنا رأيي أن النهاردة ده 60-70% من النيورولوجي. الفاسيكوليشن والفايبريليشن دي حاجة بنشوفها بعينينا. الفاسيكوليشن ده contraction of group of muscle fiber، بينما الفايبريليشن ده single muscle fiber. فبالطبيعي لما single muscle fiber بيبقى hardly to be visible إلا في حتة واحدة بس اللي هي مش متغطية بسكين. إيه العضلة؟ ده فزورة. ايه العضلة الوحيدة اللي مش متغطية بسكين؟ طبعا هي التانج. الفاسيكوليشن دي ممكن تبقى باثولوجيكال وممكن تبقى فيسيولوجيكال. الفيسيولوجيكال فاسيكوليشن دي اللي بتيجي ايام الامتحانات
ومع المجهود الكبير شرب قهوه ونسكافيه كتير، التدخين الفاسيكوليشن باثولوجيكال لو في الانتيرور هورن سيل ليجن دي بتبقى فاين، ده بيبقى كورس. الويستنج اوف ذا ماسل ده بيبقى موجود، ده بيبقى ابسنت. لو عملنا اي ام جي ده بيبقى جوينت بوتنشال وهنا نورمال، لان ده طبيعي مجرد ان في توتر في العضله. الفاسيكوليشن هنا شايفينه، هيبقى في هنا فاسيكوليشن. ايوه اللي شايف منكم شايفين يا اولاد؟ قولوا لي اه او لا على الشات، شايفين كده؟ تمام كويس قوي، في فاسيكوليشن اهو. تمام، في واحده ثانيه هنا برضو في فاسيكوليشن هتظهر اهي، يمكن دي مش واضحه قوي اهي، هنا هنا كده. الفايبريليشن ده زي ما قلنا يبان في التانج، التانج ده بيتحرك غصب عنه، العين ما بيعملش حاجه، في ماسل فايبر بتكونتراكت، ده سنجل ماسل فايبر مش جروب، واحده هنا واحده هنا واحده هنا. فده الايه؟ الفايبريليشن والفاسيكوليشن. فالفاسيكوليشن الفايبريليشن زي ما قلنا ما تبانش الا فين؟ في التانج. الفاسيكوليشن تبان في الجروب اوف ماسل فايبر، في كل العضلات ممكن تحصل نتيجه الانتيرو هورن سيلز او الانكزايتي، ده فيسيولوجيكال. الانفولنتري موفمنت هتلاقي العين بيتحرك حركات لا اراديه مره واحده زي الكوريا، اسيتوزيس، تريمورز. طبعا احنا مطالبين ان احنا نقول ان الابنورمال موفمنت دي بتحصل في ستاتيك ولا كاينيتيك، يعني هل العيان قاعد ساكت بيتحرك غصب عنه ولا ما بتبانش الا وهو بيتحرك؟ دي بتفرق باثولوجي من باثولوجي. يعني مثلا الكاينيتيك ده باركنسونيزم، الاستاتيك ده باركنسونيزم، الكاينيتيك ده سيريبيلر ليجن. ريزميك ولا ديس ريزميك؟ ان هارموني ماشيه بانتظام زي بتاعه الباركنسونيزم ولا ديس ريزميك زي الكوريا؟ ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها؟ هل الانكزايتي بتزودها؟ هل السليب بيقللها؟ هل في ادويه بتقللها ولا لا؟ طبعا ده مهم قوي، الفيديو ده مهم جدا. ده ولد امور زي السكر اهو، عنده كوريا، ربنا يرحمه ويكرمه. طبعا ده ابنورمال موفمنت، يبقى عنده انفولنتري ستاتيك ايريجولار ديس ريزميك صادم مره واحده، جيركي موفمنت سودو بيربسفول. يعني تلاقي البنت من دول عامله ايديها فوق راسها واكنها بتظبط شعرها، عامل ايديها على القميص واكنها بتعدل القميص وهكذا. يبقى معايا ايموشنال لابيليك بعض الاوقات، بعض الاوقات يضحك يبكي والترنيشن مع بعض. اي مارك فيل ده كده دو تمام كده. كل ده انفولانت، كل الحركات اللي بيعملها الامور ده انفولانت. طبعا انتوا خدتوا الروماتيك الكوريه في الاطفال، تمام ماشي. في نوع تاني اسمه اسيتوزيس، اسيتوزيس دي تكتب جنبها كلمه واحده بس، سنيك لايك، ده الريجولار ستاتيك سلو سنيك لايك موفمنت، كانه تعبان بيتحرك، هايبرتونيا، تبقى في الاكستريمت الاكستريمتيز اكتر حاجه، والهاند وساعات تيجي في الفيس. التريمور ده سؤال نظري مهم جدا، وكتير قوي يجي لك العيان عنده تريمورز. التريمورز نوعين كبار، فاين وكورس، وفي منهم ممكن تتقسم استاتيك وكاينيتيك. ده ريزميك اوسيلاتوري موفمنت في اللبس، التانج، الهاند والفينجر. عندنا فاين وكورس. الفاين اشهر اسبابها الانكزايتي، تلاقي وانت في ايديك بتترعش مثلا، مش قادر تمسك القلم قبل مثلا امتحان ولا بتاع. في سينايل، في فاميليال، في اسر كلهم عندهم اللي ما بيقدروش يمسكوا القلم الا او يمسكوا كوبايه الا وايديهم تترعش. طبعا في باثولوجيكال زي سايروتوكسيكوزيس والالكوهوليزم او الهستيريك. الكورس ودي برضو باثولوجيكال بقى، باركنسونيزم، سيريبيلر ليجن، الفرق ما بينهم دي اتريست ومع الحركه بتختفي. ده بيبين لك بقى الشحات، الشحات لما يمد ايده مثلا، جاي لك العربيه وبيمدي لك ايده عشان ياخد، هو قاعد يهز ايده، اول ما يجي وتدي له مثلا حاجه يكمل الاستاتيك تريمورز، الاستاتيك تريمور تكمل مع الكاينيتيك، فساعتها يبقى ده نصاب، لان الباركنسونيزم اثناء الاستيزيس بس، اثناء السكون بس، مع الحركه بتختفي التريمورز.
السيريبيلر العكس، السيريبيلر دي تريمورز كاينيتك اثناء الحركه فقط، وهو قاعد زي الفل ما تقدرش تعرف ان هو عنده حاجه، جاست ان هو يبتدي يتحرك يمسك كوبايه يشاور على حاجه يبتدي يظهر التريمورز. اخر حاجه طبعا صديقتكم العزيزه فلابنج تريمورز، دي مع الاورجان فيلير اشهرها الليفر سيل فيلير الرينال فيلير سبيراتوري فيلير وادفانسد كاردياك فيلير. طيب دي ايه؟ دي الفاين تريمورز، ده الاستاتيك تريمور زي ما انتم شايفين بيل رولينج، تلاقي العيان ساكت هو مش قاصد يحرك ولا بيعمل حاجه، تلاقي فيه ستاتيك تريمور في ايديه بيل رولينج كانه بيسبح ماسك سبحه وبيسبح فيه. تمام، ده الراجل اللي بقول لكم عليه تفتكروها، لو هو الراجل ده عنده باركنسونيزم وعنده في تريمورز، لو انت اديت له حاجه ياخد اديته حاجه وبيمد ايده ولسه التريمورز موجوده، يبقى ده مش ايه؟ مش باركنسونيزم، ده بيميتيت التريمورز. دي بقى الكاينيتك تريمورز مع السيريبيلر ليجن، هو مش قادر يبوينت، شوفوا مش قادر يلوكالايز، مع انه في الطبيعي ما ايه ما فيش اي مشكله، وهو قاعد ما تلاقيش ان عنده اي مشكله خالص ولا فاين تريمورز ولا حاجه خالص. ده الفلامينج تريمورز، انواع الفلامينج تريمورز، خلي العيال يبقى كده مش لازم يغمض عينه ولا حاجه، زي ما يغمض عينه مش عارف ايه مش لازم خالص. لو شايفين ده فلامينج تريمورز ده مع الدور جامد واضح طبعا الايه؟ الشكل لا يخطئها العين. ده برضو سؤال مهم جدا، causes of static tremor زي ما قلنا باركنسونيزم، سينايل، فاميليال، هيستيريكال، هايبرثايروديزم والهيباتيك والتوكسيك. رابع حاجه في الانسبكشن، احنا لسه ما لمسناش العيان، كل ده احنا بنبص على العيان بعينينا ونشوف، هندور على سكيليتال ديفورميتي. سكيليتال ديفورميتي زي حاجه اسمها البسكيفاس، الارش بتاع الليمب هنا بتاع الفوت عالي، ده بسكيفاس عكسها فلات فوت، هتلاقي ان الحته دي خارجه لبره هالوكس فالجاس عكسها هالوكس فيرم زي ما انتم شايفين. برضو نشوف اذا كان في نيرف انجري زي كلو هاند اللي هي في الالنر نيرف، بيبقى فليكشن للليتل والميدل فينجر والرينج فينجر. اخر حاجه بنشوفها التروفيك تشينج، ده بيبقى نتيجه لا اما اسكيميا او نيوروباثي، هتلاقي فيه لوس اوف هير، ألسريشن، بيجمنتيشن، ده كله موجود مع الديابيتس في البريفرال نيوروباثي، بيبقى موجود الكلام ده اللي هو التروفيك تشينجز. دي كلها بتدل على ان النيرف سبلاي للمنطقه دي فيه مشكله، بريتل نيلز، فانجل انفكشن، كل ده بنقدر نعرفه بعينينا. يبقى احنا كده قلنا خمس حاجات قبل ما تلمس العيان، ركزوا معايا في النقطه دي مهمه جدا. انا قلت لك دلوقتي اعمل لي نيورولوجيكال اكزامينيشن للليفت لوور ليمب، موتور اكزامينيشن للليفت لوور ليمب، يبقى انت هتقول لي باي انسبكشن قبل ما انت بتخش على طول على على التون والباور، وده مش صح. الصح ان انت تبتدي باي انسبكشن تشوف لي الخمس نقط دول، تقول لي ستيت اوف ذا ماسل في اتروفي ديستال مور ذان بروكسيمال مثلا، نو فايبريليشن اوف فاسيكيليشن، نو انفلانتري موفمنت، في ديفورميتي ان ذا فورم اوف فروج لايك رجليه مفتوحه لبره، وفي لوس اوف هير اون ذا تشين اوف ذا تيبيا، وفي ألسريشن على الدو على ال 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 مثلا الميديال ماليولاس مثلا. يبقى انت كده عملت لي انسبكشن، لان دي ربع الدرجه بتاعه الاكزامينيشن بتاع الموتور سيستم. طيب نيجي للنقطه اللي بعدها، باي بالبيشن، هنحط ايدينا بقى ونبتدي نشوف المسل تون. المسل تون هي كلمه السر، برضو تكتبها جنب الكلام ده، سيب نفسك خالص. يعني ايه سيب نفسك خالص؟ يعني تقول للعيان ما يتدخلش في اللي انت بتعمله، سيب نفسك، سيب المسلز بتاعتك ان ريستنج ستيت، ما تقاومش، وانت تبتدي تعمل باسيفلي الفليكشن، الاكستنشن، الموفمنت اوف اول جوينت اوف ذا ابر ليمب اند لوور ليمب.
كل الحاجات بتعملها فليكشن واكستنشن ما عدا الريست والانكل بتعمل لهم تشيكينج ميثود اللي انت بتمسك. بصوا معايا هنا, بصوا معايا على ال, بتمسك الماسل دي كده وتعملها له كده شمال ويمين وفوق وتحت, وكذلك لللور ليمب بتعملها تشيكينج ميثود. الجاور ميثود, الجاور ميثود دي ديكها الجاور تيست. الجاور ميثود ده اللي انت بتيجي من عند الأجزلة من ورا, يعني انت العين بيبقى واقف قدامك, تدخل البوس هاند بتوعك في الأجزلة وترفع الشولدر اكنك بتهشتكه لفوق كده, فبتشوف التون اوف ذا شولدر ايه الاخبار, هل هو هايبرتونيا ولا هايبوتونيا ولا نورموتونيا. هايبوتونيا بيبقى واقع خالص, هايبرتونيا بيبقى صعب جدا اللي انت ترفع, النورموتونيا اللي هو الطبيعي اللي انت تقدر تحسه لواحد نورمال. احنا عندنا التون في مشكلتين, ممكن يبقى هايبرتونيا اللي هو ديكريس تون اسمه هايبوتونيا وهايبرتونيا, ديكريس تون هايبوتونيا وانكريس تون الهايبرتونيا. الهايبوتونيا دي زي ايه, بيبقى اسبابها اشهرها اللور موتور نيورون ليجن اللي هو من اول انتيرو هورن سيلز لغايه المصل, كل ده ليجن فيها بيسموها لور موتور نيورون ليجن, ودي تبقى فيها هايبوتونيا فروم ذا ستارت تو ذا اند على طول. النوع الثاني الكومن قوي برضو الابر موتور نيورون ليجن, بس في اول فتره بس اللي هو في الشوك ستيج, بعد كده بيقلب هايبرتونيا. يبقى اشهر سببين لو قلتهم لك ايه هما اسباب الهايبوتونيا او الفلاسيديتي, هتقول لي اتنين, لو قلت الاتنين دول كده تمام, لور موتور نيورون ليجن وشوك ستيج اوف ابر موتور نيورون ليجن. لو انا قلت لك ايه تاني ممكن تقول لي الكوريا سيريبيلر ليجن البوستيريور كولم والسيريبرال بولسي في الهايبوتونيك ستيج. انكريز اللي هو الهايبرتونيا, ده حاجتين مهمين جدا قلناهم في الاول خالص, البيراميدال ليجن اللي هو الابر موتور نيورون ليجن والاكسترا بيراميدال, الاثنين بيبقوا هايبرتونيا, بس الفرق ما بينهم ان البيراميدال بيبقى هايبرتونيا في مرحله وبعد كده يفك في اخر الحركه, بيسموها كلاس بنايف اللي هي المطوه اللي هي بتتفتح صعب 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 وقيس فجاه تروح مفتوحه مره واحده اسمها كلاس نايف. الاكسترا بيراميدال ده بيبقى ليد بايب, بيبقى هايبرتونيا اول اوفر الحركه. اكمن العيان ده بيبقى عنده تريمورز, فممكن وانت بتعمل له الهايبر اللي هو ان انت مثلا بتقفل الهاند بتاعته اللي سوري الالبو مثلا وبتعمل له فليكشن للالبو, فبيبقى الصعوبه اول اوفر ومتقطعه بتريمورز, فبيسموها كوج ويل. كوج ويل دي اللي هي العجله القديمه اللي هي بتبقى مضلعه مش دائريه 100%, فلما كل ما تخبط الارض تعمل صوت في الحته الفراغ زي ما نشوف دلوقتي. طيب دي كلاس بنايف اللي احنا بنقولها, بتبقى تفتحها في الاول صعب صعب صعب, صعب وايه فجاه تروح فاتحه مره واحده. ده فيديو ايميتيشن لكلاس بنايف وكوج ويل هتشوفه دلوقتي. الراجل ده بيميتيت ان هو عنده هايبر تونيا صعب صعب, هو بيزق صعب 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 صعب, صعب, صعب. وإذ فجأة يروح سايب وعامل الايه الفليكشن صعب 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 صعب, صعب. ومرة واحدة يروح مفتوح. الكوج ويل بقى العكس, هي صعبة اول اوفر ولكنها قد تكون متقطعة بايه بتريمورز. تعالوا اشربوا شاي معايا, دي ألعن من عزومة المراكبية فعلا. تمام, يبقى ده الكوج ويل. طيب هنا ده برضو كلاس بنايف, دي الكوبرتاية بتاعتنا هي بتاعت المصريين الحلوين, تك 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 خلاص فكت مرة واحدة. ده الكوج ويل دي لما تمشي على الأرض بالتكتك, كل تكتكة نتيجة ان الحتة اللي هي السوداء لمست الأرض, ده بيحصل مع يعني هم اللي شافها تخيل ان دي زي الكوج ويل فسماها كوج ويل هايبرتونيا. الفرق هنا زي ما انتم شايفين الديستريبيوشن هنا اللي انتم بتتلخبطوا فيه. الديستريبيوشن عشان تفتكروه افتكروا البوزيشن بتاع الراجل الطيب ده, ده بيبقى عنده فليكشن اوف ذا البو ودروبنج اوف ذا هاند اكستنشن اوف ذا لوور ليمب ودروبنج اوف ذا فوت, يبقى ديستال مور ذان بروكسيمال فليكشن اوف ذا ابر ليمب اكستنشن اوف ذا لوور ليمب اند ترانك.
العكس في الاكسترا بيراميدال اللي هو المثال بتاعنا هو هنا الباركنسونيز بيبقى سي لايك كله كونتراكتد فليكشن كله فليكسد الترانك فليكسد الابر لمب فليكسد واللور لمب فليكسد يبقى ده شكل الايه الاكسترا بيراميدال هايبرتونيا اللي هو بيبقى كوج ويل او ليد بايب هايبر اللي هو ريجيديتي تمام. الاذر هايبرتونيا في انواع تانية يعني احنا قلنا اسباب الهايبرتونيا حاجتين ايه هما الابر موتور نيورون ليجن والاكسترا بيراميدال. طب ايه تاني؟ قال لك في بعض الامراض النادره زي المايوتونيا كاتاتونيا منينجيال اريتيشن والهيستيريكال بيبقى برضو في صعوبه تيجي تقفل تعمل كونتراكشن للعضله فليكشن مثلا للقلب وهتلاقي في صعوبه بالغه في الحركه. يعني مثلا ده مايوتونيا ده بيبقى نيوروماسكولار ديس اوردر تيجي تسلم على حد لو سلمت عليه تيجي تسيب ايدك ما تقدرش لازم تاخد وقت طويل. طبعا لو واحده بنت هتفهم غلط وهتبقى مشكله. فنيوروماسكولار ديس اوردر كاركترايزد باي ديليد ريلاكسيشن اند برولونجد كونتراكشن اوف ذا سكيليتال ماسل دي ممكن تبقى مع الكونتراكشن العاديه زي شايفين بياخد وقت علشان ايه يكونتراكت. ايوه بياخد وقت عشان يكونتراكت ده مايوتونيا. الكاتاتونيا ده مرض سايكولوجيكال اللي انت بتخلي العيان يحط انت لو حطيت العيان في وضع معين بيتنوا عليه ما يغيروش الا لو انت جيت غيرته له. الدكتور ده يعني مؤلم قوي صراحه بيعمل حاجات في الراجل ده غريبه يعني شيء مؤلم جدا ربنا يحفظنا ويرحمه ويرحمنا. اللي هو الكونتراكشن ده الكونتراكشن اللي هو بيعملها له بيتنها على وضعها لغايه ما يجي يغيرها له لو قعد فتره لغايه ما يحصل فيلير للمصل نتيجه برولونجد ايه البرولونجيشن اوف ذا بوزيشن اللي واخده. الكلام ده مش تهريج ده بيحصل مع السايكولوجيكال ديزيز سايكولوجيكال موتور اموبيليتي. طيب ننقل لحاجه ثانيه احنا عندنا دلوقتي المسل باور. زي ما قلنا كلمه السر في المسل تون سيب نفسك خالص. كلمه السر في المسل باور اللي انا بحط العيان في الوضع اللي انا شايفه بحط ايديا في الوضع اللي انا عارفه واقول للعيان زق على ايدي يبقى كلمه السر زق على ايدي. يعني زق على ايدي يعني ايه؟ اجينست ريزيستنس ذا ماسل اجينست ريزيستنت. احنا بنحط الوضع اللي احنا عايزينه ونشوف في الشولدر. الشولدر بيعمل خمس اوضاع اد دكشن اللي انا اخش ايدي لجوه زي ما انتم شايفين كده هنشوف دلوقتي. يبقى ادكشن لجوه ادكشن لجوه ابدكشن لبره لقدام فليكشن لورا اكستنشن نعمل سيركمدكشن. سيركمدكشن دي الحركه اللي انا هوريها لكم دلوقتي. بصوا معايا الحركه دي كده ببقى عامل كده واحط ايدي هنا اقول له زق على ايدي كده زق على ايدي اللي هي الحركه فوق وتحت اللي انا بعملها الشمال ويمين. ده الايه ده الشولدر اكزامينيشن. بالشولدر كمان عندنا السيريتس. السيريتس انتيريور بتعمل لو عنده ويكنس في السيريتس انتيريور انا بخليه يزق على الحيطه بيحصل حاجه اسمها وينجينج اوف ذا سكابولا. السكابولا تبقى وينجد. دي وينجد يعني ايه؟ كانها ليها جناح وتخرج تخش لجوه بتلف مع المسل كونتراكشن. احنا بنعمل للالبو بايسبس فليكشن اكستنشن بريكيوراديالس فليكشن اكستنشن بس في السيمي بروم بوزيشن. الاكستنسور اللي احنا بنفرد الالبو اجينست ريزيستنت. فكرتنا كلها اللي انا حاطط ايدي فين؟ انا حاطط ايدي هنا وبقول له زق على ايدي فهو بيحاول يلم ايديه وانا بحاول امنع الحركه وبشوف الباور بتاعته. ده بتاع البريكيوراديالس وده بتاع وده بتاع الايه الترايسبس. الريست فليكشن واكستنشن ما بيعملش الا كده. الثامب ليه كذا حركه
اهمها الاوبوننتس بوليسيز اللي انا بخلي الثمب يبوش اجينست اي فينجر، وانا بايدي بحاول افتح ما بين الفينجر تو فينجرز دول واشوف الريزيستنس بتاعته، بلم دي على دي وادخل صبعي ما بينهم وبحاول ايه ابوش. طيب الاوبوننتس بوليسيز كل الحاجات دي بعملها عند السؤال بس، يعني لو قال لي اعمل لي اكزامينيشن اوف ذا ماسل اوف ذا هاند ساعتها بعمل الحركه دي. الادكتور بوليسيز اللي انا بخلي العيان في الوضع ده كده وبقول له ارفع صبعك، وبقلم مثلا بقول له تاتش القلم ده وازق عليه واشوف الباور بتاعته. بعد كده في عندي الاب دكتور اللي هي الحركه دي، والاد دكتور اللي انا بحط ورقه ما بين الفينجر وبعضها وبحاول اخرجها. قال لك ان في طريقه سهله جدا اللي انا اقدر اعمل كل التست ده، اللي انا اجيب مثلا الملايه وادخلها من ناحيه الثام كده واحاول اشدها، الشده دي بتبين لي الماسل اوف ذا هاند كلها مع بعضها. ده فيديو بيوريني الاكزامينيشن بتاع الابر لم، examination of the motor power of the upper limb. كل الكلمة اللي أنا بقولها له بقولوش إلا كلمة واحدة بس، زق على إيدي، زق على إيدي بغض النظر عن اللبس اللي هو لابسه، بس ده فيديو مهم. هو ده بيعمل كده extension للريست، لازم بثبت. شايفين هو الراجل بيحط إيده فوق الجوينت دايما كده، لما تعمل اكزامينيشن لاي جوينت هو هنا كده بييفالويت كل الماسل مع بعضها اللي هو عن طريق قبضه يدي، كله في قبضه يدي. الماسل اوف ذا ابدومين التست بتاعها سهل قوي، انا بنايم العيان على ظهره واقول له احضن نفسك، يعني حط ايديك على الشيست ما تحطهاش على بطنك، لا كده غلط، تحطها فوق شويه وتهم بوسطك واشوف الماسل بتاعه الابدومين كونتراكشن، هل هو هيقدر يقوم ولا في ويكنس اوف ذا انتيرو ابدومينال مصر. اللور ليم عندنا الهيب، بقول له برضو زق على ايدي هو نايم، وبحط ايده من تحت، ممكن انيمه على وشه او احط ايدي من تحت واقول له زق على ايدي. دي الاد دكشن اللي انا احط ايدي ما بين رجليه واقول له زق على ايدي لجوه، وكده بقول له زق على ايدي لبره واشوف الباور. اني اكستنشن وفليكشن نفس الفكره دي، زق على ايدي، بيزق على ايدي عشان هو عامل اكستنشن وانا بحاول اتنيها، وهنا عامل فليكشن وانا بحاول افردها، وهو بانتاجونايز الحركه. الانكل لا، اما اتني الانكل لفوق دورسي فليكشن، او انزل الانكل لتحت بلانتر فليكشن، او لجوه انفيرجن او ايفيرجن. زي ما انتم شايفين ده دورسي فليكشن، هو بيحاول يحرك كده وانا بزقه، او بيحاول يحرك كده وانا بزقه، او انفيرجن لجوه، او ايفيرجن اللي هو بيخرج وهو واقف لبره. ده برضو فيديو بيوريني المسل اكزامينيشن بتاعت اللور ليمب. كل الكلمه اللي بيقولها له زق على ايدي، وهو بيحرك بيحط ايده في الوضع اللي هو عايزه. ده بيشوف الادكشن، وكان بيشوف قبل كده الابدكشن وهو حاطط ايده من بره. يقول له افرد رجلك او اتني او يعني زق على ايدي اللي فوق دي، هو بيحاول يفرد رجله اللي هو الاكستنشن. يقول له زق على ايدي برضو. لو حط ايده دي من تحت كده يبقى هو كده بيعمل فليكشن، وبيقول له زق على ايدي برضو اعمل فليكشن. انا بعد ما بخلص انا مطالب اللي انا اقول للدكتور انا دلوقتي الجريد اوف ماسل باور بتاعت العيان دي ايه اخبارها، هل هو عنده كومبليت باراليسيز بديله جريد زيرو، ولا نورمال زيه زيك يبقى خمسة،
وما بينهم اربع مراحل. اول مرحله اللي فيه كونتراكشن للمصل من غير حركه، يعني فليكرينج، ان العضله بتلعب بس ما فيش حركه للجوينت اللي حواليها. اول الوضع اللي احسن منه شويه موفمنت ويز جرافيتي، اللي هو العيان ممكن يفرد رجله وهو تانيها. اللي بعدها اللي هو يتني رجله وهو فاردها، دي اجينست جرافيتي، بيعمل حركه ضد الجاذبيه. الحركه الوضع الاحسن ان هو يبقى فيه ريزيستنت وهو بس البيشنت بيعمل ريزيستنس ولكن مش زي الطبيعي، بات ويكر ذان نورمال. يبقى دول الخمسة ديجريز اوف ماسل باور.